عقد الأمين العام لإقليم حجر لميس لقاء جماهيريا مع مناضلي ومناضلات الحركة الوطنية للإنقاذ بمدينة مسوكوري حاضرة الإقليم بحضور المسؤولين الإداريين والعسكريين إضافة إلى التقليديين. محمد طاهر صالح. بهدف التنوير والتجديد لرفع معنويات الجماهير الحزبية المناضلة لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ لإقليم حجر لميس، جاء انعقاد الندوة السياسية التي عقدها المجلس الإقليمي للحركة الوطنية للإنقاذ بزعامة الأمين العام الإقليمي أبكر موسى كالي بصحبة عدد من الرفاق في المجالس الحزبية للحركة بتنشيط هذه الدورة التدريبية السياسية لصالح أمناء المجالس الفرعية وعامة المناضلين بالمنطقة، والتي أقدت تحت شعار الحركة أمام التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية. هذه المحاور الأربعة هي رسالة الحزب لمناضليه، قام بشرحها كل من الرفاق عمر عبد الرحمن كاسترو في المحور السياسي، والدكتور حسين بكر مبدو في المحور الاقتصادي، والنائبة نور الشام رمضان في المحور الاجتماعي، وجمعة بيت في المحور الأمني. رئيس الوفد الأمين العام الإقليمي بحجر لميس أبكر موسى كالي وضح للمناضلين الرسالة التي كلفوا بها من قبل مؤسس الحركة الوطنية للإنقاذ من القمة إلى القاعدة الجماهيرية بحجر لميس. الكلام الأربع قدمنا لكم ده لازم توصلوا للمناضلين والمناضلات من الأحزاب 108 أحزاب انتخبوا لإدريس، لازم كلام ده يوصل لهم. وللأمان الشيء يتحصل بغير ده كل عشان. وقد تداخل عدد من مناضلي الحزب عن فحوى هذه الرسالة وما تضمنته من عناوين بارزة منها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وقد رد أعضاء البعثة المكلفون بشرح هذه النقاط الأربعة وإيصالها إلى القاعدة الجماهيرية لمناضلي ومناضلات الحزب وحي التكاتف والعمل جنبا إلى جنب من أجل مساندة الرئيس في تنفيذ برامجه السياسية التي وعد بها الشعب التشادي إبان حملته الانتخابية. وفي اختتام الدورة شكر محافظ حجر لميس أعضاء المجالس الفرعية للحزب وحضورهم المشرف لتلك الندوة، كما أن هناك دورات مماثلة ستعقد خلال الأيام المقبلة في كل من مدينتي بوكورو والمساجد تحمل نفس الرسالة والمفاهيم النضالية لجماهير الحركة الوطنية للإنقاذ. وإلى الأمانة العامة للحركة الوطنية للإنقاذ بإقليم شريبة قرمي، حيث عقدت الأمانة اجتماعا توعويا حاشدا جمع مناضلي ومناضلات الحركة الوطنية للإنقاذ بهدف تقديم المساندة لفخامة رئيس الجمهورية آدم حنفي. في إطار نشاطاتها السياسية التوعوية المساندة لرئيس الجمهورية، نظمت الأمانة العامة للحركة الوطنية للإنقاذ بإقليم شاريبا قرمي هذه الأمسية التي تهدف إلى حث مناضلي ومناضلات الحركة الوطنية بإقليم باقرمي وخاصة محافظة مندلية التي تعتبر من أبرز مناطق الإقليم مساندة لمؤسس الحركة الوطنية للإنقاذ إدريس دبي إتنو. الأمانة العامة للحركة الوطنية للإنقاذ بإقليم شاريبا قرمي وعلى لسان أمينها كادر صالح كان، حيث أشاد بهذه الحشدة الشعبية مؤكدا بأن الوحدة والتكاتف من خلف رئيس الجمهورية هي تحقيق مساعي التنمية في إقليم شاريبا قرمي. من جانبه ممثل الشعب بمحافظة مندلية النائب البرلماني قد تحدث بهذه المناسبة مطالبا من المزيد من التنمية في هذا الإقليم. الأمين التنفيذي لمكتب الحركة الوطنية للإنقاذ بمندلية عبد الله أخونا في كلمته شكر كل الوفد الذي يترأسه كادر الصالح كان ومعيته بقيادة الرئيس الوطني لتجمع شباب الحركة الوطنية للإنقاذ إدريس عبد الله كلا، ويشار إلى أن هذه النشاطات التوعوية لدخول العام السياسي ستشمل جميع كبرى مناطق إقليم شاريبا قرمي.